الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، الحمد لله على نعمة الإسلام، والشكر لله أن اختارنا من أمة خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على الخلق أجمعين، فتركنا على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أسأل الله لي ولكم أن يحفظنا من الهلاك والفجور. أما بعد أيها المؤمنون، فإن خير ما نتوصى به في خطبتنا هذه الوصية لتقوى الله عز وجل والخضوع بين يديه والتوكل عليه والإنابة إليه، فإن ذلك أيها المؤمنون سبيل الفائزين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك الفوز العظيم. فأسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من عباده الفائزين. أمة الإسلام، أنعم الله علينا بالإسلام، هذا الدين العظيم الذي اختارنا الله عز وجل لنكون من أهله، فجعلنا مسلمين نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والمسلم الحق يا أمة الإسلام هو من يعتز بهذا الانتماء ومن يفتخر بهذا الدين، بالدين الإسلامي. المسلم الذي لا يجد في قلبه اعتزازا وافتخارا بهذا الدين عليه أن يراجع إسلامه وأن يراجع عقيدته، فما العزة إلا بالإسلام وما الفخر إلا بالإسلام. فالله سبحانه وتعالى عندما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب، جاء إلى الأمة العربية فوجدها قبائل مشتتة موزعة لا يجمعها رابط، أسباب الاختلاف بينها أكثر من أسباب الاتحاد، يثور بعضها على بعض ويغزو بعضها بعضا، تثور المعارك والحروب بينهم لأتفه الأسباب. معركة أو حرب ذاكس والضبراء استمرت 40 سنة، ما سببها؟ صراع أو سباق بين فرسين. هذه الأمة الذليلة، هذه الأمة التي لم يكن يحسب لها حساب فيه قبل مجيء محمد ومجيء الإسلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المؤمنون، عزتنا ونصرنا وقوتنا بالإسلام. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصحبة صاحبه أبي عبيدة بن الجراح يتجه إلى الشام، وكان يركب على ناقة، وكان معه أبو عبيدة وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وما أدراك، دولته كانت متربية الأطراف، نعم، مصر وإفريقيا غربا وإلى حدود الصين وفارس شرقا ومن الشمال وحد تسويق ومن الجنوب السودان واليمن، دولة متراميه. فكانت كما يسميها المؤرخون إمبراطورية عظيمة جدا. يمشي راكبا على ناقة ومعه أبو عبيدة متجهان إلى الشام، فيدخل في مخاطر أن يمرون على نهر فيه ماء، فينزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وينزع خفيه ويضعهم على عاتقه ويمسك بزمام الناقة ويمشي حافيا في الماء. فيقول له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، تفعل هذا؟ تنزل على ناقتك وتنزع خفك وتضعه على عاتقك وتمشي وأنت تمسك بزمام الناقة؟ مثال حاله يقول: وأنت أمير المؤمنين لهذه الدولة العظيمة؟ فيقول سيدنا عمر بن الخطاب: أوه يا أبا عبيد، لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة الإسلام، لو قالها غيرك لنكلت به. فقال له: يا أبا عبيدة، كنا أذل الناس
كنا أحقر قوم فأعزنا الله بالإسلام. من الذي أعزنا؟ أعزنا الله بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن مات محمد فمعجزة محمد نازلة بيننا في الصدور وفي الصدور إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هكذا قال عمر. ومن فم عمر التقف الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه إمام دار الهجرة وإمام المدينة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إنها عزة الإسلام أيها المسلمون، فوالله لن تقوم لنا قائمة ولن نحقق ما حققه أسلافنا الأمجدون إلا بعودتنا إلى هذا الدين وافتخارنا بهذا الإسلام. فإن عزتنا وقوتنا في هذا الدين الذي علمنا العقيدة الصحيحة، علمنا توحيد الله، علمنا تنزيه الله عن الشريك وعن الصاحبة وعن الوالد وعن الولد وعن المثيل، علمنا أن الله واحد أحد فرد صمد ليس له ولد ولا والد ولم يكن له كفوا أحد، علمنا أن عقيدة التثليث باطلة، علمنا أن من يقول الله ثالث ثلاثة يقول كفرا ويقول باطلا ويصف الله عز وجل بما لا يليق به من نسبة الولد إليه ونسبة الصاحبة ونسبة الشريك. عجيب الأمر المسلمين اليوم، ترونهم يتشبهون بالكفار، يتشبهون بالنصارى، يتشبهون بالمسيحيين الذين يعتقدون الولد لله عز وجل. عز الله عن ذلك وتعالى في عليائه عن ذلك، والله بذلك بريء. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، كل شيء مخلوق لله عز وجل. أيها المؤمنون، هذا الدين الذي خصه الله به دين التوحيد الذي ينزه الله ويعظم الله ويمجد الله ويصف الله بكل جميل وينزهه عن الوصف لكل قبيح، فكيف ينحدر بعض الناس فيتركون دينهم في عليائه وينزلون ويخوضون فيه سفاسف من الأمور، يقلدون الغرب في أعيادهم وفي مناسباتهم وفي عقائدهم الباطلة. والله يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا بالإسلام كنا أعزاء. أيها المؤمنون، هارون الرشيد يقف على شرفات قصره وينظر من نافذته فيرى السحابة عندما كان الناس يأخذون بالإسلام، وعندما كان الناس يعتزون بالإسلام، وعندما كان الناس يفتخرون بالإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم، عندما كانوا يحبون الإسلام ويفتخرون بالإسلام، أميرهم هارون الرشيد يقف على شرفته العالية، ينظر إلى النافذة فيرى السحابة فيقول لها أقبلي حيث شئت فخراجك سيأتي. بعض الناس ظن بهارون الرشيد الكبر والعجب، لا، هارون الرشيد قال هذه الكلمة لأن دولته ترابت أطرافها حتى صارت في الغرب على المشارق فرنسا في أوروبا، وفي الجنوب حدود الصين، وفي الشرق إلى اليمن والسودان، وفي الغرب وهكذا ثلثي قارة آسيا تحت خلافته، وثلث قارة إفريقيا وبعض من قارة أوروبا. هل هذا بقوته؟ هل هذا بجنوده؟ إنما ذلك بالإسلام. أعطيني حيث شئت فخراج سيأتي. أيها المؤمنون، لا عزة لنا ولا نصر لنا ولا سؤدد لنا ولا فخر لنا إلا بالإسلام. فإن عدنا إلى ديننا وتمسكنا به منا ما أراد الله لنا من العزة والعلاء والسؤدد، وإن تخلينا عن ديننا عشنا أذلة، عشنا أذلة، هو الزعيم ضعفاء أحقر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعت أكلة إلى مصعدها. قالوا أمم من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. بغير الإسلام
الأمة الإسلامية غذاء كغذاء الزيت، وبالإسلام تكون الأمة أعز الأمة وأقوى الأمة وأحسن الأمة. وإن كانت قليلة العدد قليلة العدة فإن النصر من عند الله عز وجل، ولا ينصرن الله من يشاء. فأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا إيمانا ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا بفضله من الراشدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وكفى به نعمة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال وهو أصدق القائلين: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها المؤمنون، العزة بالإسلام والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم، قال لئن رجعنا إلى المدينة للمنافقون ليخرجن لعز منها لا ذل، وإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هكذا ينبغي المسلم أن لا ينهزم أمام الآخر، أن لا ينظر إلى الآخر على أنه أفضل منه وأنه خير منه. أنت بإسلامك خير من الجميع، وينبغي لك أن تعتز بانتمائك إلى الإسلام، تعتز بكون المسلم، وكأن الله اختارك مسلما موحدا تدين لله بالربوبية والألوهية. هذا يولد فيك قوة واعتزازا تجعلك تنظر إلى غيرك على أنه أقل منك. بإسلامك أنت الأقوى والأعلى والأرفع والأمثل. هكذا دخل ربعي بن مالك، ربعي بن عامر التميمي، في معركة القادسية. دخل عندما أراد رستم أن يفاوض المسلمين، وكانت المعركة بقيادة سعد بن أبي وقاص، فقال اجتمع الصحابة عند سعد، وكان سعد مريضا، فقالوا نذهب له مجموعة. فقال ربعي بن عامر: إن ذهبنا له في جماعة ظن أننا خائفون منه، ونحن لا نخاف لأننا نتوكل على الله عز وجل، فهو ناصرنا ومعيننا، فالله عز وجل، وأن القوة من عند الله عز وجل. فقال ربعي: أذهب إليه وحدي. وركب حصانه ولبس ملابس مبتذلة رغم كونه كان سيدا في قومه، وكان له من المال ما يجعله يلبس أجمل الثياب ويتضخر بأفضل الملابس، لكنه ذهب في ملابس رديئة أو لثة حتى يبين لرستم أنهم لا يحرصون على الدنيا، ودخل بحصانه. وكان رستم ملك الفرس يجلس على سرير من ذهب ويتكئ على وسائل مزخرفة بالذهب، والفرش التي يقف عليها ممدودة بالذهب. فجاء ربعي بن عامر فأبى إلا أن يطأ بحوافره أو بحافره حصانه بعض فرش رستم، ثم اقتطع قطعة من وسائله المنقوشة بالذهب وربط بها حصانه، ثم دخل ليقابل رستم. فقال رستم: من أنتم؟ من أنتم؟ ما تكونون؟ ما وزنكم؟ حتى تخلعوا هاتين الأمبراطوريتين فارس والروم، من أين أخذتم هذه القوة؟ هل أخذتموها لأنكم تمتلكون أسلحة متطورة لم يصل إليها غيركم؟ هل أخذتم هذه القوة من كثرة أموالكم أو كثرة عددكم وعدتكم؟ فيقول ربعي بن عامر بلسان معتز بدينه وبإسلامه: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن سعة الدنيا أو من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلمات، كل كلمة تكتب فيها الكتب، كلمات ثقيلات. ولذلك عندما قال لرستم، قال له: اختر وحيد، إما أن تدفع الجزية، وإما أن تستسلم، وإما القتال والحرب.
فأبى رستم إلا السيف والقتال، فكان مقتله في هذه الغزوة، وفتح الله على المسلمين بلاد فارس بعزة المسلمين، بالعزة التي استمدوها من هذا الدين. ديننا أيها المؤمنون دين رباني. لماذا نعتز بديننا؟ لأنه دين رباني، نسبته إلى الله، فالله هو الذي شرع، والله هو الذي أنزل به الكتب، والله هو الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. نعتز بديننا الإسلام، لأن الإسلام لا يجعل بينك وبين ربك واسطة، اتصالك بالله مفتوح، ادعوني أستجب لكم، أنت تدعو الله فيستجيب لك، وإذا أخطأت والبشر خطاء فباب الله مفتوح، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا يحتاج إلى وسيطة القسيس أو رجل الدين في الكنيسة حتى تأتي إليه كما يفعل النصارى مستسلما خاضعا معترفا مقرا بذنوبه، ثم تشتري من عنده ورقة يسمونها فك الغفران، فإذا دفعت المال الذي يذهب إلى بطن القسيس وإلى جيبه ومصلحته الخاصة صرت مغفورا لك. بئس الدين هذا الدين، وبئس التوبة هذه التوبة. وإنما التوبة عندنا في الإسلام أن ترفع يديك إلى الله عز وجل، ومهما كانت ذنوبك فإن الله عز وجل يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اعتزت بالإسلام لأن الإسلام ما قيدني في العبادة في مكان واحد هو الكنيسة مثلا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث كان، أو كما قال النبي: صل وأنت في الطائرة في الجو، صل وأنت في الباخرة تمخر عباب الماء، صل في الصحراء، صل في الحضر في البدو، فالله عز وجل موجود في كل مكان، أينما كنتم أينما تولوا فثم وجه الله. هذا هو ديننا، ديننا يأمرنا بكل خير وينهانا عن كل شر، يأمرنا بفعل الخير، ببر الوالدين، بصلة الرحم، بكف الأذى عن الناس. هذا هو ديننا أيها المؤمنون الذي نعتز به ونفخر بالانتماء إليه. حضر في مجلس رسول الله أيها المؤمنون رجلان، فانتسب كل منهما إلى نسبه، فقال أحدهم: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فمن تكون أنت لا أم لك؟ يفاخر الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في زمان موسى عليه السلام رجلين، فانتسبا بين يدي موسى، فقال أحدهم: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فذكر تسعة من آبائي وأجداد، ثم التفت للآخر فقال: من تكون أنت لا أم لك؟ فقال الثاني: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فجاء الوحي إلى موسى عليه السلام فقال: أما الأول فذكر تسعة من آبائه هو عاشرهم في النار، وأما الثاني فذكر اثنين من آبائه هو ثالثهم في الجنة، لأنه انتسب إلى الإسلام. الإسلام هو دين الله لجميع الأنبياء، الإسلام هو الدين الذي اختاره الله لأمة محمد أيها المسلمون. وإن الواجب علينا أن نعتز به وأن نعمل به وأن نتأسى بما جاء فيه، وأن لا نقلد غيرنا ولا نتشبه بغيرنا من الكفار، لا في أعيادهم ولا في عاداتهم ولا في لباسهم ولا في أي شيء، خاصة مما له صلة بدينهم. فكيف نعتقد بأن عقيدة التثليث باطلة ثم نهرول إلى التقليد وإلى التشبه بهم في أعيادهم التي هي مقرونة وتتصل بدينهم اتصالا ظاهرا؟ أيها المؤمنون، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فاعتزوا بهذا الدين وافخروا بهذا الدين وارفعوا به رأسا، فوالله لا خير ولا عزة لنا إلا في الرجوع إلى هذا الدين، كما قال إمامنا مالك رحمة الله عليه: لا يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وجاء في الحديث عن النبي أن هذه الأمة مزروع فيها الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يزال الله
في طاعته. هذا هو ديننا أيها المؤمنون، وهذه عزتنا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مسلمين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا بفضلك من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لوالدينا ولأئمتنا ومعلمينا ومشايخنا وكل من له فضل تعليم علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير ما نقول وآخر ما نقول. لا